أهلا بيكم مرة تانية، وزي ما قلت لكم في المقدمة إن موضوعنا في فقرتنا التانية النهاردة الحقيقة مرتبط بأبرز المشروعات في قطاع الطرق والكباري. هنتكلم الحقيقة عن كيفية الاستثمار في هذا القطاع، هنربط الحقيقة ما حدث من تطور ملحوظ في هذا القطاع ببعض الصناعات، سنتوقف أيضا عن ما حدث من تطور وأيضا ما قبل ذلك. يسعدني النهاردة ويشرفني أن يكون معايا الأستاذ الدكتور محمد الصادق عوف، أستاذ هندسة الطرق بجامعة حلوان. مساء الخير يا فندم، ومنورنا في الاستوديو. مساء الخير، ألف شكر. أهلا بيك يا فندم. ونبتدي منين الحكاية بقى مع حضرتك ونعرف اللي بيحصل ايه في قطاع الطرق والكباري، والحقيقة الشيء اللي لمسوا المواطنين من تطور ملحوظ في هذا القطاع. بداية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية من حوالي 10 سنوات، وهو يعني أخذ على عاتقه تطوير هذا القطاع الحيوي الهام اللي يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد. فمن هنا بدأت الحكاية، ومن هنا بدأ المشروع القومي للطرق. المشروع ده الحقيقة أنجز 7000 كيلومتر طرق جديدة ومحاور جديدة، وحوالي 10000 رفع كفاءة وازدواج وإعادة تأهيل وإعادة تطوير. فطبعا اللي بنتكلم عنه أطوال كبيرة جدا جدا، مسافات طويلة بالمقاييس العالمية. يمكن أنا ليا تعليق على الأطوال دي، كنت بقول إن هذه الأطوال تكفي لبناء دولة بالكامل، تكفي لبناء شبكة طرق لدولة بالكامل. يعني دولة جديدة اتبنت داخل مصر. طبعا المعالجة اختلفت عن المعالجات السابقة اللي كانت بتعتمد على إعطاء المسكنات أو إيجاد الحلول الوقتية، إيجاد الحلول البسيطة اللي تخلي الأمور تمشي. لكن في الفترة اللي فاتت الحقيقة كان أغلب المشكلات بتتحل. إيه الفروق اللي ما بينهم يا فندم؟ وحضرتك قلت كلمتين مهمين جدا، تطوير وتأهيل. هقول لحضرتك يعني الأول خلينا بس نتكلم على إيه الحلول البسيطة والحلول الجذرية النهائية اللي تقضي مثلا على الاختناقات في مكان معين. يعني على سبيل المثال ما حدث مثلا في مدينة نصر، في شارع عباس العقاد ويوسف عباس وطريق النصر كباري، والطرق والتظبيط اللي حصل ده. مدينة نصر كانت في هذا التوقيت من 5 سنوات كانت تقريبا جراش، تقريبا واقفة خالص تماما. صح. اللي حصل طبعا في المنطقة دي، أو أيضا يوسف مصطفى النحاس طبعا كمان، كل اللي حصل طبعا خلى الدنيا يعني مقبولة، خلينا نسميها مقبولة في الفترة اللي احنا فيها، ومش أقل كمان من 5 سنين قادمة هتكون إن شاء الله جيدة. وأيضا ما حدث في مصر الجديدة وحي النزهة، ما حدث من توسعة الطرق وإنشاء الكباري اللي سهلت كتير من حركة المرور وخلت مصر الجديدة الحقيقة، يعني رغم أن المسافات طالت نسبيا ولكن الطريق أصبح في سيولة ماشي. المعالجات الحقيقة كانت معالجات جذرية، بنوجد الحل النهائي اللي يحل المشكلة دي من أصلها. احنا مش موضوع أسفلت مثلا متهالك احنا بنقطع القديم ونحط جديد، لا، الموضوع أكبر من كده، حل مشكلة الازدحام، حل مشكلة الاختناقات. فالكلام ده طبعا أنا قلت مثال في محافظة القاهرة، ولكن ده تم الحقيقة في كل محافظات مصر. مفيش محافظة في مصر ما استفادتش من هذا المشروع. حتى طبعا الواحات والمحافظات اللي كانت كنا بنسميها نائية ما أصبحش في النهاردة في مصر. ربط الطرق الحقيقة نائي بالمحافظات، يعني ده شيء ملفت جدا حاليا، وجميع محافظات الصعيد حتى لغاية أسوان. كباري ومحاور عرضية على النيل ربطت شرق النيل بغرب النيل، ربطت أماكن السكان، أماكن التجمعات السكانية بأماكن المصانع أو أماكن المزارع أو الأماكن اللي فيها مشروعات ممكن تشغل أيدي عاملة. سيناء أيضا كان لها نصيب جيد جدا من هذه المشروعات، وأيضا 5 أنفاق جديدة أسفل قناة السويس، بالإضافة إلى إعادة تأهيل نفق الشهيد أحمد حمدي القديم اللي عشنا عليه 30 سنة وكان هو الرابط الوحيد بين دلتا النيل وبين محافظتي شمال وجنوب سيناء. النهاردة سيناء بشبكة الطرق مع ربطها بالوادي والدلتا أصبحت مؤهلة تماما لأي مشروعات
مستثمرين مطورين يقدروا ان هم يشتغلوا النهارده في سيناء، بالاضافه الى بفضل الله عنصر الامان اللي اصبح النهارده بيعم كل ارجاء سيناء، غير طبعا من 8 سنوات او من 9 سنوات احنا كنا فين والنهارده بقينا فين. يعني النهارده اصبحت سيناء مؤهله بكل المقاييس، بنيه تحتيه، بنيه معلوماتيه، شبكه طرق جيده، نقدر النهارده نعمل فيها اي مشروع. ارتباط الطرق بالمشروعات يا فندم ده شيء مهم جدا، ان احنا نلاقي طريق عشان نقدر نمهد لمشروع، لكن اكيد مع وجود كل هذه الميزات في بعض المشاكل بتواجهنا، في حاجات احنا يعني بنأمل في الافضل دائما. ايه اهم المشاكل اللي بتواجهنا حاليا؟ هو بداية سيادتك تفضلت وذكرتي أن محور الطريق أو الطرق لازم تكون مرتبطة بالمشروعات. الحقيقة أهداف إنشاء الطرق هي بالفعل هي إقامة مشروعات على هذه المحاور. المقصود بالمشروعات دي ممكن تكون مدن، مجتمعات سكنية جديدة، قد يكون مناطق صناعية، قد يكون مشروعات زراعية، قد يكون أماكن سياحية كان من الصعب الوصول لها، بس بإنشاء هذا المحور أصبح سهل طبعا الوصول لهذه الأماكن. وأقصد بالمحاور دي سواء كانت طرق سواء كانت خطوط سكك حديدية، أقصد أقول وسيلة نقل جيدة محترمة. طبعا على سبيل المثال المشروعات الزراعية اللي أقيمت في دلتا الجديدة وتوشكا والأماكن اللي كانت بعيدة خالص عن وسط القاهرة على سبيل المثال، النهاردة لولا محور الضبعة ولولا هذه المحاور كان الإنتاج الزراعي اللي بيتم في هذه الأماكن صعب جدا نقله. طب أنا ممكن أزرع كويس قوي، بس بعد ما أزرع كيفية نقل هذا المنتج إلى أماكن الاستهلاك أو أماكن التصنيع أو إعادة مثلا تصنيع منتجات تانية على الزراعة، كان لازم من هذه المحاور. ما إلى ذلك بقى أشوف حضرتك المناطق الصناعية كلها، ما ينفعش أعمل منطقة صناعية بدون ما تكون مرتبطة بشكل جيد بباقي المدن المجاورة، وخصوصا كمان المواني بتاعت التصدير والاستيراد لارتباطها التام بالمناطق الصناعية وهكذا. يعني كل المشروعات الحقيقة، يعني كنا بنسمي المحاور الطولية والعرضية المهمة بتاعت الطرق كنا بنسميها محاور تنموية، لأنها بتعمل تنمية لهذه الأراضي وهذه المناطق. النهاردة في مصطلح جديد أحب أستخدمه وسميه محاور اقتصادية، اقتصادية بدلا من محاور تنموية. يمكن محاور اقتصادية المفهوم ده أبسط وأسهل للفهم بالنسبة للمواطن، علشان يفهم أن هذه المحاور مرتبطة تماما بتحسين الاقتصاد أو إنعاش الاقتصاد أو حركة التجارة بين المدن وبين مناطق إنتاج المزروعات مثلا طبعا، أو أماكن التصنيع أو ما إلى ذلك. يعني التعبير بتاع محور اقتصادي ده يمكن يكون أبسط وأسهل في الفهم للمواطن. ما هو معنى كلام حضرتك يا فندم ان احنا قدرنا ان احنا نقلل من فكره التالف، ان احنا يكون عندنا قدره، انا لما يبقى عندي اماكن زراعيه في مكان معين تمام، ويبقى عندي الطريق مرن وسهل، فانا بسهوله ممكن انقل هذه المحاصيل دون ما اتعرض لفكره التالف. لكن زمان كنا بنواجه العديد من المشاكل، ان ممكن يلف حوالين المحافظات كلها عشان يوصل للمكان اللي هو عايزه، فكان بيبقى عندنا نسبه تالف عالية جدا. ده مرتبط بكلام حضرتك وهو المحور جميل الاقتصادي. جميل جدا. مين كان بيدفع ثمن التالف؟ المواطن طبعا، المستهلك. مين كان بيدفع تكلفة النقل في الخطوط الطويلة والزمن الطويل في توصيل المنتج؟ كان المواطن. فالنهاردة لما احنا تغلبنا بشكل كبير على هذه المشكلة، النهاردة تكلفة النقل الحقيقة ممكن توصل لا يقل عن 20% دلوقتي من ثمن السلعة. فأنا لما أتحكم في هذه النسبة الطبيعي أنها بتنعكس على ثمن السلعة النهائي. بهذه المناسبة أحب أذكر حاجة تاريخية مرتبطة تماما بسيادتك قلتيه، في نهاية القرن الـ18 وبداية القرن الـ19 مثلا في فرنسا كانت الطرق غير معبدة غير مرصوفة، فكان بينزل المطرة تخلي الطرق دي كلها طبعا مليانة مية وطين وحاجة زي كده.
فكان في صعوبة جدا لنقل المنتج الزراعي من أماكن الزراعة إلى أماكن الاستهلاك، وأيضا صعوبة أخرى في نقل الأسمدة إلى هذه الحقول. فكان النباتات بتتلف نتيجة نسبة الأسمدة، خسائر عالية، إن الطرق دي وقت طويل جدا من السنة كانت غير مستخدمة لا يمكن استخدامها بسبب المطر، فبالتالي كان الأسمدة لا تنتقل في الوقت المناسب، فبالتالي كان بيحصل تلف، وأيضا نقل المحصول إلى أماكن الاستهلاك كان أيضا بيقل وبيحصل فيه تلف كتير، بالإضافة إلى بعض الحقول اللي كانت بتنتج الأخشاب والحبوب وما إلى ذلك كان صعب جدا نقلها في هذا التوقيت، ولما كانت الطريق ينشف ويبدأ نقدر نستخدمه كان بيبدأ موسم الزراعة الثاني اللي بيحتاج نفس العمال، فتلاقي نفس عمال الزراعة اللي هم منوطين بنقل المنتج اللي بنتكلم عنه مشغولين في الحاجتين وفترة زمنية طويلة طبعا. نتيجة ان الطريق غير ممهد ما فيش فيها عمل خالص. فالنهاردة احنا في مصر الحمد لله الطرق بتاعتنا كلها أسفلتية تستخدم في أي فصل صيف شتاء في أي جو ممكن استخدامها، بالإضافة إلى خطوط السكك الحديدية اللي جاري تطويرها بشكل دائم، فأصبح ربط المدن ببعضها ربط المدن بمناطق الزراعة أو الصناعة أصبحت أسهل بكتير جدا جدا عن زي قبل. دكتور محمد، يعني لو قلنا مجازا الحقيقة ما يحدث الحقيقة من تغير في المناخ أيضا مرتبط بشكل كبير جدا بالطرق، لأن ممكن جدا يحصل تمدد، ممكن يحصل يعني اختلاف، هل فعلا ده ممكن يؤثر علينا؟ وهل التطوير مع اللي حصل في الطرق مرتبط بما يحدث من تغير في المناخ في العالم كله؟ حسنا إجابة حضرتك ولكن بعد الفاصل. سؤالي كان لحضرتك، هل فعلا ده مرتبط زي ما قلنا واحنا بنخطط واحنا بنرسم للطرق كان مرتبط بما يحدث من تغير من مناخ في العالم؟ انا معرفش مجازا ده صح ولا غلط، لكن ساعات الواحد بيسمع ان الطريق ممكن يعني يفتح شوية، ممكن يمتد شوية من درجة تمام. الحرارة، يعني كل الحاجات دي تمام. هو طبعا عوامل التمدد والانكماش والتغيرات الجوية وكل ده مأخوذ في الاعتبار عند التصميم والتنفيذ، وخصوصا في الكباري الخرسانية والحديدية. يمكن في الطرق الأسفلتية إلى حد ما التأثيرات بسيطة، لكن التمدد والانكماش وما إلى ذلك بيأثر جدا على الكباري، بس ده طبعا مأخوذ في الاعتبار طبقا للأكواد والمواصفات المصرية عند التصميم وأيضا عند التنفيذ. طيب إزاي أنا مرة تانية الحقيقة أستفيد أو أعمل إعادة تأهيل للأسفلت القديم؟ هي طبعا النقطة دي في منتهى الأهمية، لأن احنا بعد إنشاء هذا الكم الهائل من مشروعات الطرق يجب أن احنا يعني نقف وقفة ونخلي بقى الإنفاق في الفترة اللي جاية يكون شوية بحساب لتخفيض التكلفة والاستفادة من الأبحاث العلمية اللي بتتعمل كل يوم في مصر وفي العالم عن خلينا نسميه تقليل التكلفة بتاعت المشروعات، أو خلينا نقول بشكل عام اقتصاديات مشروعات النقل بشكل عام. لازم نأخذ دي في الاعتبار في الفترة اللي جاية. على سبيل المثال اللي سيادتك تفضلت بيه إعادة استخدام الأسفلت الموجود، الأسفلت التالف بفعل الزمن وفعل الحركة والأحمال، يمكن النهاردة في أجهزة وفي مكانات بتعيد طحن وفرم الطبقات دي مع إضافة بعض المواد الجديدة زي أسمنت محسن، زي بعض الإضافات على الخلطة، ونعيد رصف الطريق مرة تانية وبيطلع بنفس الجودة. الجودة بتاعته الأبحاث كلها أثبتت أن الجودة بتاعته مناسبة جدا جدا للاستخدام في الطرق. ففكرة الخلطات الجديدة وفكرة الأبحاث الجديدة اللي احنا لازم نبدأ بقى نستخدمها بشكل فعال بهدف ان احنا نقلل من تكلفة إنشاء الطرق في المدة اللي جاية. بالنسبة بقى لمشروعات النقل بشكل عام، تفضل لسيادتك كنت عاوز تعرفيها، يعني انا يعني وجهة نظري الشخصية بقى ان الفترة دي احنا عايزين نتجه الى خلينا نسميها ما يسمى توطين مشروعات النقل، توطين الصناعة، توطين صناعة وسائل النقل. يعني حضرتك عارف ان في اتوبيسات النهاردة مصرية 100% بتعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، الاتوبيسات دي صناعة محترمة، صناعة ممتازة، بتغنينا عن الاستيراد، والاستيراد بيكلفني عملة صعبة مش موجودة دلوقتي بالسهولة عندي. أيضا مكونات السكك الحديدية سواء القضبان، الفرنكات، عربات السكك الحديدية نفسها، الجرارات نفسها، كل مكونات السكك الحديدية سواء السكك الحديدية التقليدية أو اللي بتعمل بالكهرباء
زي القطر السريع اللي ان شاء الله جاري انشاؤه او المونوريل اللي جاري انشاء. كل هذه المشروعات تحتاج مكونات اجنبيه. انا النهارده عايز بقى افكر كويس في توطين صناعة هذه المكونات وقطع الغيار المستقبليه اللي احنا هنحتاجها بعد التنفيذ وبعد التشغيل بعد تشغيل هذه المشروعات. فكره توطين الصناعه دي خلينا نعتبرها يعني قضيه ومساله حيويه للغايه. لو ما عملناهاش هنفضل طول عمرنا في استنزاف العمله. ايه مشاكلنا يا فندم عشان ما نعملهاش؟ يعني هل هي فكره ان المستثمر بيبقى متخوف؟ هل نسبه الربح، لان اي مستثمر في الدنيا بيكون مرتبط بنسبه ربح وخساره، تمام، هل هي مش حاجه مربحه قوي عشان نقدر ان احنا نقول ان فرض يقوم بيها؟ هل فكره دمج القطاع العام مع القطاع الخاص دلوقتي يكون جزء من حل هذه المشكله؟ الحلول كتيره جدا يا فندم، بس خلينا نقول احنا كنا في فتره انتقاليه ما كانتش بسيطه، كان في تحديات كتير واجهت الدوله. بفضل الله الدوله يعني تعافت وخرجت من هذه التحديات الحمد لله بامان تام. زائد كان في شيء من الاستعجال على انشاء البنيه الاساسيه، الدوله كانت محتاجه. النهارده بفضل الله البنيه الاساسيه اصبحت جيده، فاصبح الوقت مناسب ان احنا نفكر بشويه هدوء ونوجد البدائل ونوجد وسائل الانتاج. المكان عندنا مناسب والمواقع عندنا مناسبة، والمستثمرين سواء كانوا مصريين أو غير مصريين هم جاهزين لنقل التكنولوجيا دي. ده شيء أصلا أي مستثمر يا فندم من أي دولة يتمنى أنه يجي يشتغل في مصر. يتمنى. مصر سوق كبير وسوق واعد فوق عن 100 مليون نسمة، الاستهلاكات بتاعتنا كتيرة جدا جدا، فده سوق. احنا مش دولة صغيرة، احنا دولة كبيرة. تخلي اي مستثمر يجي يشتغل هنا هو هيكسب وعمره ما هيخسر. ده بنتكلم كمان في صناعات حيوية، صناعات محتاجينها بشكل يومي. فمن هنا بنقدر نوجه نداء للمسؤولين في الدولة ان هم فعلا احنا محتاجين بقى دلوقتي توطين صناعات وسائل النقل، ونبدأ تدريجيا كده نقلل من الاستيراد، ونحاول ان احنا نحافظ بقى على العملة بتاعتنا، ونحافظ ان احنا نحاول ندفع بقى بلدنا ان شاء الله للأمام في هذا المجال ده. احنا ممكن نكون سوق واعد للتصدير كمان يا فندم، مش استهلاك محلي بس، احنا سوق واعد للتصدير. احنا بوابة أفريقيا الشمالية والشرقية، بوابة أفريقيا، تقدر تصدر يا فندم المكونات دي والمنتجات اللي بتكلم عنها لكل دول العالم. عندنا مواني في مواقع جيدة، مواني بإمكانيات عالية، موقع فريد مش موجود زيه في العالم، عندنا إمكانيات مش موجودة في أي دولة في العالم. أعتقد أن الفكرة دي يعني مناسبة جدا جدا لينا في المدة اللي جاية إن شاء الله. إن شاء الله. اتكلمنا الحقيقة عن الخامات، اتكلمنا عن إمكانياتنا الاقتصادية، إمكانياتنا من طرق، لكن ما اتكلمناش الحقيقة عن أهم شيء وهو العامل، لأن فكرة الاستثمار الحقيقة في البشر ده شيء مهم جدا طبعاً. كيفية، وده اللي بيحتاجه الحقيقة قطاع زي قطاع الطرق والكباري والتعامل مع العمالة المصرية بشكل كبير. كيفية الاستثمار الحقيقة في هذا القطاع مع البشر، لأن هو ده القادم. القادم هو أنت لما يبقى عندك عمالة مميزة وبشكل كبير جدا، أنت مزبوط. حطيت ختم الجودة. مظبوط. بس كده. هو في مصر يعني من وجهة نظري برضو يمكن متحيز شوية للمصريين، إن احنا عندنا خلينا نسميها من أفضل العقليات في العالم. ولو بصينا وشفنا يعني الخليج في البدايات، مين اللي بنى المشروعات الضخمة اللي اتعملت في الخليج؟ يمكن دلوقتي عندهم أجانب وعندهم جنسيات تانية، كان قبل كده مين اللي بدأ؟ مين اللي بدأ المشروعات الضخمة؟ هم احنا اللي بدأناها. العامل المصري أيا يعني كان الصنعة بتاعته إيه، إذا كان مهندس أو إذا كان عامل أو إذا كان فني بأي شكل من الأشكال، هو من أفضل العمالة على مستوى العالم. هو بيحتاج بس قد يحتاج في الصناعات الجديدة دي لتدريب، والتدريب ده ممكن يتم في مصر أو يتم حتى في الخارج. ما أنا حتى لو صرفت عليه لتأهيله في الخارج مهما صرفت هو هيديني بعد كده وهيعوض للدفع وللصرف عليه. فده برضو أنا أعتبره مشروع قومي. عايز أربطه كمان يا فندم بفكرة التعليم الفني الجديد واحتياج السوق. ليه ما يبقاش عندنا القدرة الحقيقة، بما أن السوق المصري محتاج لهذه الصناعات الخاصة بالطرق، أن احنا يكون ده جزء من دراسة لهؤلاء الطلبة، وأن يكون ده احتياج السوق، فيتم التنسيق الحقيقة مع أحد رجال الأعمال بتبني هذه الفكرة، ويبقى عندنا الدراسة والمصنع والمادة موجودة، فيبقى عندنا استسهال أكتر وأسرع أن احنا نصل إلى المادة. ممتاز جدا جدا. الدولة فعلا
بدأت بتدي اهتمام عالي جدا للتعليم الفني ورجال الأعمال أيضا. رجال الأعمال النهاردة فاتحين مدارس فنية باسم شركتهم وبيوظفوا الفني مجرد ما يتخرج بالشهادة اللي زي الثانوية العامة الفنية بيشتغل على طول في وظيفة محترمة. وطبعا رجال أعمال شركات خاصة كتير وكمان الإنتاج الحربي لو بنتكلم على حاجة وزارة الإنتاج الحربي بتعمل نفس الكلام. لو نتوسع بقى في التعليم الفني بالشكل ده ونخلي كمان التوجيه في اتجاه صناعات وسائل النقل ده شيء في منتهى الأهمية. يمكن ده ناقص التعليم الفني اللي بتكلم عنه ما فيش فيه الحتة دي. أيوه ما فيش فيه صناعات وسائل النقل. نخلي ده تخصص. لو خلينا ده تخصص وعملنا له مدارس فنية أعتقد أنه هيبقى شيء محترم جدا ومجدي. بمنتهى الأمانة يا فندم ما ينقصنا ما نحتاج إليه في القادم من أجل مش محدش بيصل للكمال لكن إن إحنا نقدر إن إحنا نوصل لبر الأمان. وأنا قلت بعض الحاجات وأنا بتكلم بس هي لحظة حضرتك كلها متركزة على فكرة إن إحنا يعني نحافظ شوية على الصناعة الوطنية وندعمها ونركز أكتر في تقليل الاستيراد على قد ما نقدر وشوية المشروعات بتاعتنا يكون بقى في دراسة للأولويات تكون دراسة مستفيضة وعميقة. طبعا كان بيتم قبل كده دراسات وكل حاجة لكن احنا محتاجين مزيد بقى من الدراسات. يعني ما فيش وجه استعجال على اي مشروع. المشروعات المستعجلة كلها خلصت فاحنا عايزين بقى اي مشروع تاني التأني والدقة ودراسات الجدوى العميقة علشان المشروع اللي نعمله نبقى عارفين انه هيكون له مردود ايجابي ان شاء الله. الوقت خلص ولا في كلمه؟ يعني في كلمة؟ حياتك دقيقه. انا بس يعني انا عندي بس عايز اتكلم عن المشروع بتاع حياه كريمه. سريعا يا فندم. مبادره حياه كريمه اتفضل. اهم مشروع شغال في مصر بيمس حياه اكتر من 50% من الشعب المصري وده مشروع مبادره ما حصلتش في تاريخ مصر للاهتمام بسكان ريف مصر. شكرا دكتور محمد الصادق عوف أستاذ هندسة طرق جامعة حلوان. بشكر حضرتك وجودك معنا يا فندم فونا ماسبيرو. ألف شكر. ألف شكر. شكرا يا فندم.